صباح النور عليكم جميعا، ومرحبا بكم في أول فيديو فلاشين ديالي. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو غادي نقدم لكم 3 ديال المقبلات سهلة وسريعة التحضير، يمكن لكم تعتمدوهم في مختلف المناسبات. أول وصفة وهي هاد الميني كانابي. كنحتاجو في هاد الوصفة القليل من المعدنوس، سومو، فخوماج اللي حضرتو من قبل، فخوماج فخي اللي حضرتو من قبل مع لا سيبولات، وهاد الميني كانابي لأن شريتهم واجدين، يمكن لكم تحضروهم في الدار أو تعتمدوا على دي ميني توست أو لا بات فويتي، لي ميني بوشي فويتي، أي باز حبيتو تقدروا تستعملوها في بلاصة هاد الميني كانابي. هنا تندير شوية ديال لو فخوماج، شوية ديال السومو على هاد الشكل اللي شفتو، القليل من المعدنوس للتزيين، كنحصلو على هاد الشكل هدا. بالنسبة للوصفة الثانية فكنحتاجو فيها سوريمي، سومو، لا سيبوليت، الحامض، الملحة، الإبزار، إلي ميني بوشي فويتي. تنقطعو السوريمي على هاد الشكل هدا، هو كنقطعوه صغير وكنقطعو على سيبوليت. ما متوفراش عندي يقدر يستعمل المعدنوس. هنايا تناخدو فخوماج بلون على كريم، نسيت ما قدمتوش في الاول، كناخدو هاد لي ميني بوشي فويتي وكنحيدو المقلب ديالهم على هاد الشكل هدا. وكندهنو الفون ديالهم بهاد الفخوماج. بلاصة الفخوماج تقدرو تستعملو لا مايونيز أو الجبن، أي فخوماج متوفر عندكم. خلاص كناخدو الخليط ديالنا اللي وجدناه من قبل وكنعمرو بيه هاد لي فايت على هاد الشكل هدا، وكنستمرو حتى نهاية الخليط.
بعد كناخذ المعجنوس وكنزينو به على هذا الشكل هذا. هي طريقه التزيين كل واحد حر في الطريقه اللي بغى يعتمد. انا هنا خديت بوش باتيسي وعمرته بلا مايونيز ودرته على هذا الشكل هذا. نجيو للوصفه الثالثه اللي كنحتاجو فيها القليل من البصل، قليل من المعدنوس، بيضه مسلوقه، فرماج بلون او مايونيز، ولي توست اللي قلت لي حضرتهم من قبل، القليل من عصير الحامض، الملح والابزار، ولافوكا بيان سور اللي فيت ليا معكتها من قبل وجدتها. كنضيفوا عليها البيض المسلوق، المعدنوس، البصل المفروم، والفرماج. بالنسبة لهذه الوصفة لم توفر عندكم فرماج بلون فاستعملوه، اللي كيبغي لا مايونيز يستعملها او الجبن او دانون مسوس. وكنستمروا حتى تجانس الخليط. كناخدو بوش باتيسير وتنعمرو بهاد الخليط، كناخدو توست نعملوها على هذا الشكل هذا. من بعد ما كملناهم كنزينوهم بالزيتون كحل او شويه ديال لاسيبولات او فرماج محكوك او مطيشه دي طوماط سوريز. طريقه التزيين كل واحد حر في الطريقه اللي بغا يعتمد. نتمنى ان الوصفات تعجبكم وتجربوهم. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك، لايك، تفعيل الجرس والبارتاج.